اتشرف باسم حضرتك. دكتور سيد حسين غانم، مدير حدقة الأرمان. تمام. دلوقتي احنا عرفنا ان حدقة الأرمان ساعد بعد فضيحة اعتصام رابعة، الاخوان استولوا على حاجات كتيرة وكسروها ودمروا نباتات مهمة. طب دلوقتي انتوا ايه اللي حصل دلوقتي في الحديقة عشان تعوضوا الخسارة الجامدة دي؟ هو اولا بفضل الله، اولا ثم بتوجيهات معالي وزير الزراعة، ان اول ما الفض تم فض الاعتصام ارسل توجيهاته لرئيس جهاز تحسين الاراضي انه ارسل معداته. طبعا بدأنا في اول حاجة عملناها اللي هي رفع المخلفات، برضو مع بالتعاون صراحة مع محافظ معالي الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة، برضو ارسل بعض النوادر والاستيارات على اساس نخلص من المخلفات، لان كانت فيها مخلفات جديدة كتيرة جدا، لان طبعا 48 يوم ما فيش عمل. طب ايه اللي حصل يعني الاعتصام؟ هو دمروا لكم؟ هو هقول لحضرتك على حاجه، كلمه ايه اللي حصل بالظبط من ساعه فضل؟ هما ما انا بقول لحضرتك يعني احنا بعد الفض على طول بدانا نشتغل في المهام اليوميه بتاع الحديقه، وزي ما انت شايفه ان الحديقه رجعت لطبيعه عادتها. تمام. اللي هي النظافه بتاعتها رجعت الحمد لله بفضل العاملين، وجود العاملين الموجودين في الجنينه، المسطح الاخضر برضو زي ما حضرتك شايفه رجع لطبيعته بعد الفض نتيجة الاهتمام بتاع العاملين والنظافة ورفع المخلفات والكلام ده. تمام. برضو بفضل الله سبحانه وتعالى ومعالي وزير الزراعة بالتعاون مع وزارة الإسكان شغالة في الباب اللي هو زي ما انت شايف حضرتك الباب شغالين فيه عمل، برضو حضرتك شغالين برضو بعد الفض برضو مباشرة بدأنا نصلح في غرف التحصيل الثلاثة بتاع بالتعاون مع مؤسسة شباب بتحب مصر، صلحنا غرف التحصيل الثلاثة مع بالتعاون مع رئيس حي جنوب الجيزة. لا، هو الخسائر بالنسبة للخسائر معالي وزير الزراعة أرسل لجنة مشكلة من كافة الجهات على أساس يعملوا تقدير للخسائر اللي موجودة، والتقديرات دي موجوده في الاداره المركزيه للارشاد. يعني نقدر ان احنا نعوض الخسائر اللي احنا خسرناها؟ هو لا، هي خسائر كتيره، وعاوزه امداد مالي، يعني هو عاوزه مالي، عاوزه امداد مالي عشان تعوض، انما في حاجات برضو ما تتعوضش، حاجات اثريه اتاخدت ما تعوضش. زي ايه؟ يعني حاجات من ايام محمد الخديوي اسماعيل وايام محمد علي اتاخدت من المعشبه، اتاخدت حاجات اثريه هتعوضها ازاي دي الا اذا جت هي الحاجه. في حاجات اثريه اتاخدت ما تقدرش، انما الحاجات التانية ممكن تعوضها بالفلوس.